وعلى فكرة الزميل سيف زاهر يمكن أيضا أشاد بالروح اللي كان عليها فريق الأهلي في مباراته في كرة السلة. نشوفه لقطات النهاردة. ده كل اللعيب للنادي الأهلي رايحين لأوجاسي المدير الفني للنادي الأهلي أهو. عارفين إيه الحوار؟ عارفين إيه الحوار؟ الحوار إن اللعيبة رايحين بيقولوا عايزين نحتفل عايزين نشيلك، هو بيقول لهم لا احنا كلنا كسبنا مع بعض، احنا كلنا ابطال، احنا كلنا نجوم، فيش مشكله خالص. بص بيقول لهم لا، بص مدير فني كبير انجازاته مع الاهلي بتتكلم عنه، مدير فني كبير واخلاق كبيره جدا واحتفال بادب وهدوء جدا جدا جدا. وادي اهو لقطة مهمة، نائب رئيس النادي الأهلي جنب رئيس نادي الاتحاد جنب رئيس اتحاد الباسكت قام سلم الأستاذ محمد مصلحي عادي جدا، فيش حاجة خالص خالص خالص، أمور واحترام وعلاقة طيبة ومفيش أي حاجة خالص. دي لا عايز أتوقف عند أوجستي شوية لأن هو الراجل ده محترف قوي وعنده شخصية. أنا مصدق أنه رفض أنه يتشال، لأنه رغم أنه حامي لكن عنده وقار. نحتفل بوقار، أنا ما اتشالش وترموني وتجيبوني يعني وجهة نظر. كان له تفسير كمان أنه مش عايز ينسب العملية لنفسه بالظبط. أنا لسه جاي لك ثانيا أنه عايز يشعر اللعيبة طب ما انتوا تشيلوني أنا مش هعرف أشيلكم. ما انتوا معايا في النجاح ده، او انتوا يعني اللي طبقتوا فكري بموهبتكم والتزامكم، فخلينا احتفل بالشكل الراقي مع بعضينا. الفرحه عارمه مش عايزه مناقشه، فرحه من القلب. الكاس غايب من 2018، انت بتتكلم بقى لك 4 سنين. والله لو انت بتكسب كل يوم هتلاقي الفرحه دي. طبعا طبعا. شوف ادي حتى عمرو زهران اللي انا يعني من الناس اللي بوجه لهم هذه النصيحة ان احنا نحتفل بتواضع امام النجاح. شاب كويس جدا، والده كان لعيب هايل جدا وراجل قوي، وعنده اخ اصغر منه برضه كان طلع لعب فيرستين مع اوجستي، وده احمد اسماعيل اللي بقول لك عليه صاحب الثلاثية الحاسمة في النهاية. ودي الروح الرياضيه، لقطات اكتر من رائعه. وعشان الخبره 46 سنه اسماعيل احمد ده 46 سنه، وشوف الاداء اللي اداه والوقت اللي قضاه في الملعب، والجمال في انه بقى راجل شبع مواقف فمش منهار، لان الماتش يعني لانه شبعان انتصارات. طبعا خبره عميقه جدا. اتحاد السكندري من الانديه القريبه الى النادي الاهلي طبعا وجماهيره. والاهلي قريب من النادي الاتحاد وجماهيره، ويعني لقطه بتعكس الروح الرياضيه تماما اللي سادت هذه المباراه. وقبليها كان الاهلي برضو مع الزمالك عامل ماتش هايل جدا، فاز ب 10 نقاط فارق. اللحظات الاخيره في الماتشات الاخيره او ماتشات البطولات كانت بتشهد لحظات الحسم، وكان بلس 90 هي عدوى وروح وثقافة في كل الألعاب. الحقيقة على مستر أوجستي رفضه لأن هو يتشال أو أن هو يخطف الكاميرا من حد، إيهاب أمين واحد من نجوم الأهلي البارعين جدا المؤثرين الحقيقة برضو علم مع الجمهور من ساعة كوبري إيهاب أمين اللي بقاله سنتين بس، ده بقى نجم جماهير كبير هو وزمايله. إيهاب أمين اتكلم على دور اوجستي معاهم، نشوف. ماتش كبير زي ما حضرتك قلت، وكمان مش عايز انسى ماتش السيمي فاينل اول امبارح مع نادي الزمالك كان صعب جدا، بس دخلنا على طول بعد ما كسبناه الحمد لله في مود ماتش النهارده. كنا تعبانين طبعا ذهنيا وبدنيا بس الحمد لله قدرنا نركز لعيبه رجاله. عايز برضه اسالك على اللقطه اللي مع اوجستي وانتوا رايحين بتشيلوه، هو الراجل بيقول لكم يعني لا خلينا نحتفل مع بعض. هو دايما مستر جوستي بيعمل معانا كده بعد اي مكسب لمباراه او لبطوله، عمره ما بيحب ياخد الفوز لنفسه او حتى يتصور بكاس او اي حاجه، دايما
بيحب ان احنا يعني، ودايما حتى في اي لقاء حاجه دايما بيقول ان اللعيبه اللعيبه اللعيبه، بس طبعا يعني دوره مهما قلت يعني هو كبير جدا في اللي احنا بنعمله الموسم ده. كمان عجبني جدا الروح الطيبه جدا بين الفريقين النهارده، وده شيء مهم جدا بيفرق معانا. اه طبعا، يمكن فريق الاتحاد وفريق الاهلي فريقين كبار جدا، ويمكن نص المنتخب من او ممكن اكثر من نص المنتخب كمان من الاهلي والاتحاد، وكنا لسه مع بعض في تصفيات كاس العالم في السنغال من اسبانيا، وطول الموسم يعني بنتجمع، فيعني احنا اصحاب طبعا بره الملعب قبل جوه الملعب. يمكن الاهلي والزمالك برده، يمكن انس اسامه ومصطفى تيزو عمر هشام كذا حد من اللعيبه دي معانا في المنتخب واصحاب جدا. وزي ما حضرتك قلت يعني الروح الرياضيه في ماتش سيمي فاينل والفاينل، بعد الماتش كلنا بنسلم على بعض سواء ايا كان مين اللي فاز، فدي حاجه كويسه يعني. شوف ايهاب امين، هذا اللاعب الموهوب اللي في البطوله العربيه هياخد افضل لاعب في البطوله، وأول أمس أحسن لاعب، أفضل لاعب في البطولة. إنسان بسيط متواضع، بيمثل النموذج اللي بقول لك عليه. وأنا كنت إيه تربطني بأخوه من أيام المفاوضات التوقيع للنادي الأهلي علاقة، أخوه دكتور، هو زي ويكون ولي أمره رياضيا يعني، وشاب مثقف جدا وفاهم جدا، فبقول له مبروك وبتاع. دكتور شريف قال لي أنا إيهاب جنبي عايز أكلمك، كلمته وباركت له وقلت له إيهاب هكلمك وانت بتبطل في النادي الاهلي. قال لي لسه بدري قوي، انا عندي 26 سنه. قلت له بدري واخري، ده قرارك، لكن في النادي الاهلي امنيتي، دي امنيتي، لانه لعيب الحقيقه موهوب، على خلق، ما تسمعلوش مشكله، هادي، الناس كلها بتحبه، مهاري جدا يعني، هو يعني في كل الالعاب في حد يضيف لك المتعه، جانب الخططي بتاع، هو ده اللمسه، واحد من الناس دي. ايوه، لان الحقيقه في اكتر من حد في الفريق ده بيقدم لنا متعه. فريق نتمنى ان نستمر مع بعضه، وخلاص انتوا بقى ورطتوا نفسكم وطمعتونا، عايزين المحترفين، دوري المحترفين. لانه هو ده البطوله يحسم بقى البطوله الكبيره.